أهلا بيكم في الورشة الفنية. النهاردة نتكلم معاكم عن السيارة تيجو إسبرانزا، وهي من السيارات الصينية. والحقيقة أن المعلومات المتوفرة عن السيارات الصينية غير كافية، لذلك ما بتلاقيش ناس كتير بيتكلموا عن أعطال السيارات الصينية في الفيديوهات. علشان كده احنا هنبدأ معاكم نتكلم عن موضوع الأجزاء المتحكمة في تشغيل المحرك نظري وعملي. إذا بدأنا من الداتا الموجودة على الوايرنج، من أول حساس الكرنك ومضخة البنزين وما بين شمعات الاحتراق الداخلي ورشاشات الحق الإلكتروني، كما هو واضح من الوايرنج أمامكم، ده حساس الكرنك. مع تشغيل المارش بيعطي إشارة للكنترول فتعمل النقاط الأساسية للأجزاء المتحكمة في تشغيل المحرك. وأنا عارف أن حضرتك مبتدئ وعايز الشرح عملي، لأن ممكن تكون خبرتك في الوايرنج قليلة. لازم نتعرف أولا على الوايرنج علشان نقدر نوصل للعطل مباشرة. وعموما علشان نسهل عليك، دي علبة الريليهات والفيوزات الرئيسية. هنركز على قطعتين مهمين، الكتاوت الرئيسي وكتاوت مضخة البنزين. خطوط الكهرباء للكتاوت الرئيسي، ودي اللي هنتعامل معاها مباشرة. الخط الأول فيوز رقم 12، والخط الثاني فيوز رقم 24 وفيوز رقم 27. الكتاوت الرئيسي بيغذي أغلب الخطوط، ومن هذه الخطوط خط كهرباء يصل لكتاوت مضخة البنزين، والخط الثاني فيوز رقم 3 وقيمته 15 أمبير. حضرتك لما تيجي تشغل المحرك ولا يستجيب، هتعمل ايه؟ هنشوف طريقة العمل ونتعرف على أماكن الفيوزات اللي ممكن تكون سبب في عدم تشغيل المحرك. مع تشغيل المارش بيبدأ المحرك في الدوران فيعمل حساس الكرنك، وتصل من خلاله إشارة لوحدة الكنترول، وهذه الإشارة معناها بداية العمل لكل النقاط المسؤولة عن تشغيل المحرك، زي كتاوت مضخة البنزين ورشاشات الحقن الإلكتروني وما بين شمعات الاحتراق الداخلي. وكل هذه الأجزاء بتعمل في نفس الوقت. يبقى هنبحث عن العطل إزاي؟ هنبحث عن الفيوزات. الفيوزات هي أضعف نقطة ممكن يحصل فيها العطل. أول فيوز معنا فيوز رقم 3، فيوز مضخة البنزين وقيمته 15 أمبير، وده مكانه هنبحث بنفس الترتيب. الفيوز رقم 26 وقيمته 10 أمبير، ده مكانه. فيوز رقم 12 وقيمته 30 أمبير. فيوز رقم 24 وقيمته 5 أمبير. فيوز رقم 27 وقيمته 10 أمبير. ودي كل الفيوزات المتحكمة في عملية تشغيل المحرك، مع القطعتين الكتاوت الرئيسي وكتاوت مضخة البنزين. وهذه هي الأجزاء التي ممكن أن تتعامل معها وأنت مبتدئ، وما بتاخدش وقت لاكتشاف العطل، فقط بتغير الجزء التالف. وأكتر الأعطال اللي بتحدث لعدم تشغيل محرك السيارة من هذه الفيوزات. طبعا في أعطال تانية كتير، لكن بتحتاج بعض الخبرات وبتحتاج وقت أطول، وإحنا علشان مش عايزين نطول عليكم خلينا مع الأعطال البسيطة نفهمها، والأعطال الفنية الأعلى هيجي وقت وإن إحنا ناخدها مع بعض لما توصلوا لمرحلة أفضل. بكده نكون اتكلمنا عن عطل عدم تشغيل المحرك والأجزاء المتحكمة في هذا العطل، وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. أشكركم وإلى اللقاء.